السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة التعليم المتطور. النهاردة هناخد الجزء الرابع من البيكتو بلوكس جونيور، وهنبدأ بأوامر التحكم. كنا أخدنا قبل كده أوامر الحركة والمظاهر والإيفنتس اللي هي الأحداث، والنهاردة هناخد الكنترول. الكنترول اللي هي معناها اللي كنا خدناه اللي هي إف الشرطية والاستمرارية، بس بما ان إف الشرطية صعبة شوية على الأطفال فهم بيشتغلوا موضوع الاستمرارية أو اللوب، أوامر اللوب. وكنا أخدنا فيها في جونيور وسكراتش كتير في الموضوع ده، بس هنا في التحكم أو الكنترول عندي 5 أوامر بيشتغل بيهم، ما فيش فيهم صعوبة. يعني في واحدة فيها الزمن، ودي بتستخدم يا إما في القصص عامة يعني بنسبة كبيرة، لما باجي أحكي حكاية وواحد يتكلم وبعدها بكام ثانية واحد تاني يتكلم، أو بتبقى بديل الأوامر الرسالة. يعني بعد يعني أوامر الرسالة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، بتبقى أمر بيتنفذ بمجرد حدوث حدث. فمثلا لما الدبدوب يخلص كلام التاني يبدأ، فدي ممكن تتبدل بموضوع التايم او الوقت ده. فاول حاجة معانا او اول امر معانا هو الوقت، تاني امر معانا اللي هو الاستمرار بعدد معين، وانك تكرر repeat by number لو بالعدد مثلا اي اعداد انت عايزها تكرر الايه الامر ده. وبتبقى حلوة في حتة ايه، في حتة المظاهر. يعني احنا بنستفيد بيها في حتة ان انا عايز المظاهر تتكرر في وقت معين، او عايز تكررها على طول repeat للاوردر ده او البلوك ده للبلوكس دي على طول. تمام، كلام برضو اتقال قبل كده. اخر حاجة معايا هنا ان هو يكرر لما ندوس على الاسهم، ودي بتبقى برضو مهمة في الالعاب في الجيمز. لما نيجي ان شاء الله في الاخر نطبق على الحاجات اللي احنا خدناها دي، هنبدأ النهاردة هناخد برنامج على السباق علشان هنشتغل في موضوع الاوامر التحكم، وهناخد معاها اللوكس المظاهر، وهناخد معاها الحركة. فكل فيديو ان شاء الله هبدأ اخد اوامر جديدة واضيف القديم في برنامج، بحيث ان هو يلم او يشمل الاوامر اللي احنا خدناها. تعالوا في اللي احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل برنامج سباق، والمرة الجاية هنبدأ ندخل الجيمز، لان هيبقى معايا اصوات الساوند اللي بعد كده، فهبدأ اعمل جيمز، لان كده يبقى خدت خلاص معظم الاوامر اللي انا ممكن اقدر اشتغل بيها في تكوين لعبة او انشاء لعبة. هناخد الفكرة اللي معانا ان انا عايز اعمل سباق، ودون طبعا عشان نوقف الايه السكريبت بتاعنا او البرنامج. انا عشان اعمل سباق محتاجة ان انا اعمل خلفية، فانا هدور على خلفية تبقى في الاوتدورز مثلا، حاجة زي كده، وعايزة التوبي ده يقف في مكان، وعايزة واحد تاني معاه كائن تاني وسبرايت تاني معاه من الانيمالز يقدر يجري ويكون عنده مظاهر. هشوف هنا الكلب دون عنده مظاهر ولا لا، منين ان انا اعرف المظاهر؟ عن طريق الرسام. بخش زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا، ببص هنا الاقي فيه عنده المظاهر مش مختلفة، هو مجرد ان لسانه تطلع، فده مش هينفع. انا عايزة واحد يفك رجله ويربطها او يفكها او يتنيها، بحيث ان هي تبقى حلوة فين في الحركة. هندور على انيمال تاني ممكن نشوفه ينفع في مثلا الرابط. هو جايب لي اللي هو لو جينا بصينا، لو جينا بصينا هنا، لو اخدنا بالنا مجرد انك تتك عليه اهو، هو عامل لك المظاهر بتاعته. هنا مفيش السمك، هنا بيغير المظهر. الفوكس طبعا اللي بيتحرك يعتبر الحركة بتاعته كويسة، الارنب او والزرافة برضو. تمام. طيب، فانا محتاجة ان انا عشان اعمل اكتف كده، هما كل واحد واقف في مكانه،
محتاجة بقى ان انا اعمل السكريبت بتاعي او البرنامج. فهنبدأ بيه ازاي؟ انا عايزة في البداية التوبي يبدأ واحد فيهم في المبدأ السباق، لازم واحد يبقى سريع وواحد يبقى بطيء. واتفقنا ان السرعة دي هتيجي منين؟ هتيجي من اوامر الحركة، خلاص؟ طيب التوبي اول ما يبدأ انا عايزة مثلا حركته تبقى بطيء، لان الارنب طبيعي انه هيبقى اسرع، فانا عايزة التوبي يبقى سلو، يبقى بطيء. ولما يبدأ يتكلم انا عايزاه من المظاهر هنا يقول لي يلا نبدأ السباق مثلا let's start، او هيا نبدأ على حسب اللانجوج معاك او اللغة اللي انت شغال بيها على البرنامج. كده بمجرد ان هو هيبدأ يتحرك ونجيب بقى الفلاج علشان نبدأ نعمل البرنامج بتاعنا، خلاص. وهيبدأ يعمل ايه؟ المفروض لما يبدأ كده ويبدأ يتحرك الارنب ايه؟ يبدأ يجري. فانا عايزة بعد الايفنت ده او الاحداث دي لما تحصل يجي بعدها حدث تاني. منين؟ من الرسالة، ان في رسالة هتظهر تروح عند الارنب، ما احنا عشان عايزين نوصل ايه، او بدل الحدث ممكن نعمل الزمن اللي احنا خدناه النهاردة اللي هو بالتايم ده، بعد مثلا 3-4 ثواني يبدأ الارنب ايه يتحرك، لازم واحد يسبق التاني، تمام. فانا هقول له هتعمل العلامة الزرقاء دي وابدأ اعمل حركة التوبي دوت او الارنب. فانا عايزة حركة استمرارية طبعا، لان انا هشتغل تغيير في مظاهر، واتفقنا ان التوبي عنده اكتر من مظهر، فعشان اغير المظهر فهاجي من اللوكس او المظاهر. وكنا نقول له ايه؟ هنقول له غير المظاهر بتاعت الكائن ده اللي هي دي، خلاص، بطريقة مستمرة. طيب وايه تاني؟ وانت بتتحرك وهو بيغير المظاهر يفضل واقف؟ لا، ما هو لازم يتحرك، فانا لازم اعمل له الحركة بتاعته ان هو يتحرك خطوة، والخطوة دي تبقى مستمرة مع تغيير الايه؟ المظاهر. طيب بالمنظر ده لو الارنب او التوبي مشي بالراحة هيكسب ولا هيخسر؟ هو كده هيخسر، فلما هيخسر هيطلع رسالة ويقول ايه؟ انا خسرت. تعالوا بقى هنقول ايه؟ I lost. انا كده لو عملت الاوامر كده وخلصتها هيفضل ماشي بيستمر ويستمر من غير ما يقف، بس انا محتاجة ان انا اوقف السباق عند نقطة النهاية او النقطة اللي هي هينتهي فيها. الفكرة دي ممكن اعملها بالاتي: انا عندي التوبي واقف عند 2، خلاص، واخرة السباق عند كام؟ عند 20. طيب المسافة دي يعني هطرح 20 من 2 هيبقوا 18، فبالتالي انا لو حطيت له عدد من التكرار اللي هو 18 ده، فهو هينتهي او هيقف عند مين؟ عند الرقم 18، يعني على اخر الشاشة، وبالتالي اقدر احط فيها الكلمة اللي هي ان هو خسر، تمام. او ممكن نعملها بالعكس، ان الارنب يقول ايه؟ اي وين، بدل بلاش الخسارة، ونقول ان الارنب هيقول ان هو ايه؟ هيكسب، خلاص. يبقى انا يا اما اخليه باستمرار ويفضل ماشي، يا اما احط فكرة ان انا اعمل العدد الخاص بالبرايد اللي عندي او الشبكة، بحيث ان هي تنهي السور. طيب تعالوا بقى عند الارنب لما هيبدأ، اتفقنا ان في رسالة. طيب عشان الرسالة فانا هبدأ، بمجرد ان الرسالة تطلع الارنب هيبدأ يعمل الاوامر بتاعته. وايه هي الاوامر؟ ان هو برضو الاول السرعة بتاعته نحددها ان هي هيتحرك بسرعة كبيرة، تبقى بتاعته فاست. وهيبدأ برضو نفس الفكرة الخاصة بالعدد اللي هو 18 حركة دول، هيتحركهم عشان نوقف لحد ايه؟
لآخر الشاشة، وبرضو هيغير المظاهر أو اللوكس بتاعته من مظهر للتاني. وتعالوا نشوف الأمر اللي معايا لما نبدأ ننفذ البرنامج اللي هيحصل. بدأت توبي يقول let's start، وهيبدأوا يجروا. طبعا الأرنب بيجري بسرعة ووقف عند المكان اللي هو نهاية الشاشة، والتوبي ها وصل متأخر. جميل كده. طيب أنا لو جيت وعملت ستوب وجيت عملت تاني، فهو خدتوا بالكم بدأ منين؟ بدأ، طب ده مش صح ان هو يبدأ ويخلص الشاشة. يبقى أنا محتاجة أعمل ايه؟ محتاجة أمر صغير كان ناقصنا في البداية، اللي هو ايه؟ اللي هو مع بداية العلم، لما العلم يشتغل أخلي المكان بتاعه أو الحركة بتاعة الكائن فين؟ في موقع معين، الموقع اللي هو عند يبقى 2 2 و4 أو 2 و5 على حسب. هو مثلا عندي الأرنب يبقى بعيد شوية على التوبي، واجي للتوبي نفس النظام أعمله مع بداية العلم هنا، خلي موقع التوبي أما العلم يتحرك عند برضو كام؟ 2 و2 مثلا، وأخلي السرعة نورمال علشان البطيئة بتخلي البرنامج كده. بالتالي لما أبدأ أي أعمل علامة الفلات، أيوة كلهم هيبدأوا على أول الإيه؟ على أول الشاشة، وكده صح. يبقى الأرنب بيجري وهي خلاص، والتوبي تمام كده، خلاص كده وقفوا تمام. لو بدأنا تاني أهو ليتس ستارت، ده جميل ماشي. بس في عندي حاجة بقى، إن هي نعمل ممكن نقول الأرنب بعد ما هيوصل للآخر هيقول إيه؟ I win. فتيجي عند الأرنب ونقول له قول I win. ونحطها، وتعالوا نشوف اخر صورة للبرنامج اللي احنا عملناه. بدأوا قالوا let's start وهيبدأوا يتحركوا، ها، ومجرد ان الارنب هيخلص هيقول I win والتوبي يقف. بس كده خلاص النهاردة. ياريت نكون استوعبتوا الكلام، موضوع بسيط خالص. هستنى مشاركتكم للبرامج وافكاركم الجديدة، ولو عجبكم الفيديو شير ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله.